الموضوع اللي هنتكلم فيه هو complex symmetric titration. انتوا عارفين ان الغرض الاساسي من الشغل بتاعنا في الاناليتيكال كيمستري هو ان احنا نعين التركيز بتاع السامبل بتاعنا بغض النظر عن الطريقة اخدته ازاي. لو كانت السامبل دي ليها قابلية ان يحصل لها اوكسيديشن وريدكشن، فاحنا بنشتغلها عن طريق ريدوكس تايتريشن. لو ممكن تكون راسب اقدر اوزنه واستخدمه، بشتغل في سبتيمتري. النهارده ان شاء الله هنشتغل كومبلكسومتري. يعني ايه اول حاجه كومبلكس؟ الكومبلكس ده عباره عن مركب بيكون عن طريق كومباينيشن او تفاعل بين ميتال ايون، يعني بين معادن. يعني دي اصلا طريقه بتستخدم للكوانتيفيكيشن اوف ميتالز. طيب سؤال كده بسيط، هو انا اصلا هستفيد ان انا اعين تركيز الميتالز في ايه؟ لا، في حاجات كتيره، اهمها مثلا في تحليل الميه، لان الميه فيها ميتالز كتير ويهمني اعرف تركيزاتهم. بدليل اما تيجي تشتري ميه معدنيه بتلاقي في ظهرها كده مكتوب تركيز الكالسيوم كذا، المغنيسيوم كذا، الزنك كذا. الحاجات دي ليها ليميتيشنز معينه. كمان تركيز الايونات المختلفه في التربه في السويل مهمه جدا، لانها في النهايه من التربه دي دي بتوصل للأكل، للخضار وللفاكهة اللي احنا بناكلها. فتركيز الميتال مهم قوي، سواء كان في المية أو كان في الأكل أو environmental حاجة في البيئة، دي حاجة مهمة جدا. من أسهل الطرق إن أنا أعمل لها complexation. الميتالز زي ما انتوا عارفين، لو انتوا فاكرين أماكنهم كده في الجدول الدوري، الميتال أيونز دي أيونات معناها إنها بتحمل تشارج، وكل الميتالز اللي عندنا بتحمل positive charge. معنى إن هي بتحمل positive charge ان هي ما عندهاش الكترونات كفايه، الكترون ديفيشنت. يبقى في الحاله دي هي محتاجه حاجه تانية مليانه الكترونات، او الكترون دونيتنج جروب، حاجه عندها لون بير اوف الكترونز، بيحصل فيما بينهم الرياكشن تو فورم ا كومبلكس. اذا انا عندي بعين الميتال بناء على فكره ان الميتال ايون بتاعي ده ما فيهوش ديفيشنت في الالكترونز لان عليه بوزيتيف تشارجز، وبفعله مع حاجه عندها الكترون الكترون دونيتنج جروب علشان يكونوا في الحاجه اسمها في النهايه كومبلكس. الميتال ايون اما بيجي يتفاعل الحاجه الالكترون دونيتنج جروب دي، بنطلق عليها اسم كده خاص بكورس الكومبلكسومتري اللي بنقول عليه ليجند. يبقى كلمه ليجند دي معناها المركب اللي مليان الكترونز اللي بيتفاعل مع الميتال ايون بتاعي وبيكون كومبلكس. لو حطيت لهم كده رموز، طبعا مش كيميكال الستراكشر بس سيمبلز، ادي الميتال ايون بتاعي اللي هو ميتال مثلا عليه تو تشارجز زي مثلا الزنك، المغنيسيوم، الكالسيوم، وده ما عندوش الكترونات يعني محتاج الكترونات، او بقول عليه الكترون اكسبتور. بفعله مع الليجند او الالكترون دونيتنج جروب اللي هو برمز له بالرمز ال، وان ده معناها ان عنده نمبر اوف الكترونز، يعني عدد، يعني ان دي يعني رم، يعني رقم معين، وزن معين، هنفهم دلوقتي يعني ايه. في الاخر بيكون لي كومبلكس، ادي الميتال مع الليجند، عدد معين من الليجند، وبيحمل شحنه، ودايما هتلاقينا كاتبين الشحنه دي فوق كده على الكومبلكس. وهنقول بنحسبها ازاي، ده الالكترون اكسبتور اللي هو الميتال او السامبل بتاعتي اللي انا بعمل لها ديترمينيشن. وده عبارة عن الليجند اللي هو الالكترون دونر اللي عنده الكترونات زيادة، وده الكومبلكس اللي بيكون. هتلاحظوا ان الكومبلكس ده بيبقى محطوط دايما بين قوسين تو براكتس، ودي مقصودة يعني مش مكتوبة كده، تو براكتس بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، ودي الشحنة، وهنقول بتتحسب ازاي. طيب لو انتوا فاكرين كان عندنا مصطلح كده واخدينه زمان في الاسيد بيز، اللي هو لويز اسيد ولويز بيز. لويز اسيد معناها الكومباوند اللي بيبقى ديفيشنت في الالكترونز، ما عندوش الكترونات كفايه. اما او الكترون اكسبتور اللي هو في الحاله دي الميتال ايون بتاعي. اما اللويز بيس فهو المركب اللي عنده لون بير اوف الكترونز، عنده الكترونات زياده، وده بيبقى الكترون دونر. يبقى اذا التفاعل هنا ما بين لويز اسيد اند لويز بيس. طيب معنى كده ان كومبلكسومتريك
تايتريشن ما بينفعش ان هي تتعمل، مش ما ينفعش اي ميتال مع اي ليجند. في شرط مهم جدا ان الكومبلكس اللي عندي يبقى الاستابيليتي بتاعته عاليه، وده بتحسب له كده حسبه كويسه. طيب يا ترى ايه الفاكتورز او ايه البارامترز او العوامل اللي بتاثر لي على الاستابيليتي بتاعه الكومبلكس اللي بيتكون ده؟ اول فاكتور قدره الميتال بتاعي ان هو يكون لي كومبلكس، ولوجيك كده ان الليجند بتاعي يقدر يكون كومبلكس. ايوه ازاي يعني؟ اول حاجه بالنسبه للميتال ايون اللي بيدخل في تكوين الكومبلكس، اول حاجه بتاثر على الاستابيليتي بتاع الكومبلكس اللي بيتكون هو الاسيديتي بتاعه الميتال بتاعي، والمقصود بالاسيديتي دي الالكترون اكسبتنج باور. يعني كل ما الميتال بتاعي يبقى عنده قدره ان هو يكتسب الكترونات، يبقى معنى كده ان هو يقدر يكون كومبلكس كويس. يعني معنى كده كل ما الالكترون اكسبتنج باور بتاعته تزيد، الانتنسيتي او التكدس بتاع البوزيتيف تشارج اللي عندي بتكون كبيره، وبالتالي بيبقى في الحاله دي بيبقى عندي كومبلكس ستيبل. حاجه كمان السايز بتاعه، السايز بتاع الميتال ايون بتاعي كل ما يكون صغير، يعني الراديوس بتاعه صغير، بيبقى الكومبلكس اللي بيتكون عندي افضل. يبقى اول حاجه لازم يبقى عنده الالكترون اكسبتنج باور بتاعته كبيره، الراديوس بتاعه صغير، لان معنى ان الراديوس بتاعه صغير او السايز بتاعه صغير انه المدارات بتاعته او الانرجي ليفلز والالكترونات اللي فيها قريبه من النيوكليوس. طبعا انتوا عارفين النيوكليوس الشحنه اللي جواها بوزيتيف، اما الالكترونات فالشحنه اللي عليها نيجاتيف، وبكده تقدر تعمل اتراكتنج كويس للالكترونات تمسكها كويس. يعني معنى كده ان الالكترون اكسبتنج باور بتاعتها كويسه، بتمسك الالكترونات اللي هي جايه لها جامد قوي. حاجه كمان بارامتر كمان خاص بالميتال انه الايونيك تشارج، يعني لو عندك ايونات والحجم بتاعها واحد نفس السايز، يعني الالكترون اكسبتنج باور بتاعها واحد، يبقى مين فيهم يكون كومبلكس مور ستيبل؟ اللي عنده شحنات اكتر. يعني ايه؟ لو عندك فيروس وفرك، يعني ايرون بوزيتيف 2 ايرون بوزيتيف 3، الاثنين عندهم نفس السايز الفرس والفرك، وعندهم نفس الالكترون اكسبتنج باور، مين فيهم يعمل كومبلكس مور ستيبل؟ الفرك ايونز، زي ما احنا هنشوف كده. لو هو هيعمل كومبلكس مع السيانايد، ده عباره عن الفراي سيانايد، ده الفرك وده السيانايد، وده كومبلكس اتكون الفراي سيانايد كومبلكس، ده بيبقى الاستابيليتي بتاعته اعلى من الفرو سيانايد. طيب عايزين نشوف كده قبل ما نسيب الصفحه دي شويه كده حاجات خاصه بطريقه كتابه الكومبلكس. اول حاجه شايفين كده بين بتوين تو براكتس، ده معناها اللي مكتوب جواها ستراكشر بتاع الكومبلكس. بعدين بكتب رمز الميتال ايون، وبعدين بكتب بين قوسين كده يعني مدورين كده الليجند بتاعي. طبعا الايرون هنا شحنته بوزيتيف 3، والسيانايد يعني ده عليه بوزيتيف تشارج، وده الليجند او الحاجه اللي مليانه الكترونات اللي هي السيانايد. وطبعا انتوا عارفين ان السيانايد عليها شحنه نيجاتيف واحده. طيب الحديد اللي هو الفرق ده هيرتبط بسته سيانايد. اشمعنى؟ عدد المولات اللي بيرتبط بيها الميتال ايون بتبقى عباره عن الفالنسي بتاعه تايمز 2. هقول مره كمان، عدد المولز بتاعه الليجند اللي بيرتبط بيها الميتال ايونز عباره عن الفالنسي بتاعه تكافؤه في 2. يعني ده الفرق الشحنه بتاعته بوزيتيف 3، اما اضربها في 2 هتبقى كام؟ 3 في 2 ب 6، يبقى معنى كده ان الفرق هيرتبط ب 6 سيانايد. طب انزل كده ناخد اكزامبل تاني للفرو سيانايد، الفرس طبعا بوزيتيف 2. طيب اما بص كده هلاقي ان الفرس اللي هنا هيرتبط ب 6 سيانايد مثلا. يعني طيب نيجي كده ونبص على الشحنه اللي موجوده فوق دي، جبتها ازاي؟ بسيطه، انت عندك الفرك بوزيتيف 3 والسيانايد الواحده بسالب 1، انا عندي 6، يبقى 6 بسالب 1 بسالب 6. طيب سالب 6 وهنا بوزيتيف 3، يبقى اللي اتفضل نيجاتيف 3، اروح كاتباها على الاقواس من فوق. ابص كده على الفروس سيانايد، الفرس بوزيتيف 2 وال6 سيانايد بسالب 6،
سالب 6 وبوزيتيف 2 يبقى سالب 4، اكتب الشحنه فوق. يبقى انا عرفت ان ده رغم ان الاثنين جوه نفس الرمز، عرفت من الشحنات ان ده في الراي سيانايد ان ده في الرو سيانايد. نرجع تاني للفاكتور، ان التشارج يعني الفراي سيانايد اللي هي عليها بوزيتيف 3 الكومبلكس بتاعها مور ستيبل عن الفرو سيانايد اللي هو ناتج من الفرس اللي عليه بوزيتيف 2. لحد هنا مفهوم يا جماعة ولا حد عايز يسأل على حاجة؟ فاهمين الكومبلكس بيتكتب ازاي؟ الشحنة اللي عليه من فوق دي بتتحسب ازاي؟ حد عايز يسأل على حاجة في الجزء ده؟ قبل ما اكمل، حد عايز يسأل على حاجة في الجزء ده؟ الكلام واضح، الأمور واضحة. طيب نيجي كده ونرجع. ونشوف فاكتور كمان يختص بقى الخصائص اللي لازم تبقى موجودة في الليجن عشان يقدر يكون لي كومبلكس قوي. أول حاجة البيزك كاركتر بتاعته، أو العدد يعني كمية أو شحنة الإلكترونات اللي هو حاملها، أو الإلكترون دونيتنج أبيليتي بتاعته. لو بصينا هنلاقي إن كل لما هو يكون محمل بإلكترونز، كل ما الإلكترون دونيتنج أبيليتي بتاعته عالية، كل ما يقدر يكون كومبلكس ستيبل. عشان كده دايما هتلاقي الليجنز اللي عندنا بيبقى فيها الكترون دونيتنج اتومز زي النيتروجين، الاكسجين، السلفر، اللي هي معروف ان هي سترونج لويس بيزس وعندها لون بير اوف الكترونز. حاجه كمان السايز بتاع الليجند، بعكس الميتال ايون. احنا قلنا الميتال ايون كل لما الراديوس بتاعه او السايز بتاعه يقل، كل ما بيبقى الالكترون اكسبتنج باور بتاعته اقوى لانه بيمسك في الالكترونز جامد. اما بقى في الليجند العكس، كل لما السايز يكبر يعني الالكترونات اللي في المدارات في الانرجي ليفلز بتبعد عن النيوكليوس، فالاتراكشن بينهم ما بيبقاش قوي، فتعرف تفلت بقى من الانرجي ليفلز. يبقى كل ما السايز بتاع الليجند يكبر، كل لما بيقدر يعمل كومبلكس ستيبل. حاجه كمان، فاكتور كمان، هو الاستيريك افكت. المقصود بالاستيريك افكت ان الاستراكشر بتاع الليجند بتاعي يا ترى بيبقى سيمبل بسيط كده ولا بيبقى بالكي وبرانشد. طبعا كل لما بيبقى الكومبلكس بتاعي او الليجند بتاعي الاستراكشر بتاعه بسيط، بيكون كومبلكس ستيبل. كل لما بيكون عندي المركب الليجند بيبقى البرانشد ومليان كده فروع وبتاع، بيبقى الاستراكشر بالكي وفي ستيريك هندرنس، الجروبس بتخبط في بعضها، ففي النهايه الكومبلكس اللي بيكون الاستابيليتي بتاعته بتبقى اقل. يعني مثلا الايثيلين داي امين بيعمل ستيبل كومبلكس عن التترا ميثايل امين مثلا. طيب عايزين نبتكر حاجه اللي هي اسمها الكوردينيشن نمبر. ايه الكوردينيشن نمبر ده؟ لو رجعنا تاني للاستراكشر بتاع الكومبلكس، ادي الميتال ايونز مثلا هنا سيلفر مع الساينايد بيعمل سيلفر ساينايد كومبلكس كويس، ويكون اتنين. لو الكبر مع الامونيا كبر امين كومبلكس، الفرك مع الثيوسيانيت فرك ثيوسيانيت كومبلكس. لو جيت كده وبصيت الرقم او العدد اللي موجود هنا ده هو عباره عن النمبر اوف بوندز او الكوردينيشن بوندز حوالين الميتال. يعني دايما هتلاقي ان عندك الميتال بيبقى عددهم واحد اتوم من الميتال بغض الميتال مين، وبيبقى في النص سنترال كده وبروابط بيرتبط بيه الليجند. عدد الروابط دي بقى غالبا مش دايما بس 90% بيبقى ضعف التشارج بتاعه الايون. يعني لو السيلفر بوزيتيف 1 يبقى هيرتبط باثنين سيانايد، يبقى عندك سيلفر رابطه سيانايد ورابطه سيانايد. الكابر بوزيتيف 2 اما اضربها في 2 يبقى كوردينيشن نمبر 4، هيبقى كابر حواليه اربع روابط رابط ومرتبط بأربع مولات من الأمونيا. يعني معنى كده إن coordination number بأربعة، عندي أربعة bonds. الفرك ثلاثة، يعني معنى كده إن عنده ستة bonds.
يعني الفرق في النص، وحواليه 6 coordination bonds بترتبط بيه الثيوسيانيد. لو رجعنا عشان نراجع التشارج هنا بتتحسب ازاي، اهو ادي السيلفر بوزيتيف 1، الثيانيد عليها نيجاتيف، نيجاتيف في 2 يبقى سالب 2، سالب 2 وزائد 1 يبقى سالب 1. هنا الامونيا مش عليها، يعني الامونيا دي المفروض امونيوم، الامونيوم ايون دي بتبقى عليها شحنه سالبه واحده، سالب 4 امونيا وبوزيتيف 2، يبقى اللي هيطلع في الاخر، انا اسفه، الامونيا دي نيوترال مش عليها شحنات، ف 4 في 0 ب 0 يبقى الكبر اصلا بوزيتيف 2، الشحنه تطلع بره. الثيوسيانيد بسالب 1 في 6 بسالب 6، والفرق بوزيتيف 3 يبقى اللي هيطلع هيبقى سالب 3 بره. طيب واضح يا جماعة لغاية هنا؟ فهمنا لغاية هنا؟ فهمنا ايه هي الفاكتورز اللي موجودة في الليجند وبتخلي الستركشر بتاع الكومبلكس كويس؟ مفهوم لغاية هنا يا جماعة؟ طيب نكمل كده ونشوف ايه هي انواع الليجندز بتاعتي، يعني الليجند ده ممكن يبقى الاستراكشر بتاعه ايه. حسب بقى الليجند ده عنده كام اتوم تقدر تعمل لي دونيشن للالكترونز، يعني بمعنى تاني انا عندي حاجه اسمها مونو دينتيت ليجند. مونو معناها 1 يعني سنجل، يعني دينتيت يعني دونيتنج، يعني الليجندز اللي هي مونو دونيتنج عندها اتوم واحده بس فيها لون بير اوف الكترونز. يعني الليجنز دي بترتبط بالميتال ببوينت واحدة بس. زي مين من المونودينديت ليجنز؟ زي الأمونيا. الأمونيا ما عندهاش غير سنتر واحد بس هو اللي بيتبرع بالإلكترونات اللي هو النيتروجين. السيانايد نفس القصة ما عندهش غير النيتروجين اللي هنا. الفلورايد برضو. طيب يعني معنى كده لو تفعل مثلا الكبر مع الأمين بيكون الكبر أمين كومبلكس، وبيبقى عندي هنا مونودينتيت ليجند، يعني بيبقى الاستراكشر ده طبعا عايز اتصلح، ال 3 دي بتدخل جوه القوس مش براه، التلاته دي انا هصلحها كده وانا معاكم هنا، ال 3 دي جوه. معنى كده كوبر امين كومبلكس، بما ان ده مونودينتيت ليجند فده اصلا ما عندوش غير سنتر واحد بس، فبيكون الكوردينيشن بوند بتبقى واحده بس. ولو جيت بصيت المفروض ده بيبقى موجود او مكتوب كده بين قوسين، ده الاستراكشر بتاع الكومبلكس. فالكبر هنا شحنته بوزيتيف 2 وده مالوش شحنه، يبقى التوتال تشارج بوزيتيف 2. ليه هنا انا ما قلتش ان انا هحط 4 امونيا؟ لان احنا متفقين ان في معظم الحالات بضرب الشحنه دي في 2، يبقى المفروض كبر امين هنا 4. لا مش هينفع. ليه؟ لان ده مونودينتيت، ده اصلا ما عندوش غير سنتر واحد بس، مفيش غير النيتروجين، فيا دوب هي بتبقى بوند بين الكبر وبين النيتروجين دي. وممكن يبقى عندي باي دينتيت ليجند. يعني ايه باي دينتيت؟ يعني عندي تو سنترز او تو اتومز بتعرف تعمل دونيشن للالكترون. زي مين؟ زي الايثيلين دايامين. نبص كده على رمزه، ادي الايثيلين CH2CH2 دايامين، فعندي هنا سنتر النيتروجين دي عليها وهنا النيتروجين دي عليها، يبقى معنى كده عندي تو سنترز. طيب عندي بقى حاجات تانية اسمها مالتي دينتيت. يعني ايه مالتي دينتيت؟ يعني عندها كذا سنتر، اكتر من 2. واشهر اكزامبل اللي انتوا هتشتغلوا بيه واللي مشهور جدا هو الاديتا، او اديتا دي اختصار لإيثيلين داي امين تترا اسيتيك اسيد. عايزه بس ادور لكم على استراكشر كده مرسوم، بس لو مش مرسوم هنشوفه تاني يعني، او هنرسمه تاني ونوريه لكم. بس الإيديتا اختصار لإيثيلين داي أمين تترا أسيتيك أسيد. طبعاً الإيديتا بيبقى عندها بوليدينتيت ليجند، يعني عندها كذا سايت ممكن تعمل إلكترونز. أنا أكتب